اسمع يا صديقي الجميل، هذه أسرار حقيقية. لما تلقى لك فرصة جدا مناسبة استغلها، انتهزها، وحاول دائما أن تستغل الفرص استغلالا جيدا. كلنا نحلم نكون أثرياء، عندنا فلوس واللي نبغاه ونحتاجه نجيبه، ولكن أعظمنا يحلم ويتمنى من دون أن يسعى. فاليوم جاي أعطيك قصة خيالية عن السعي نحو الثراء، حدثت في الماضي القديم عن شخص اسمه بانسر. بانسر كان صانع مركبات في مدينة بابل، وفي يوم من الأيام جلس على السور وبدأ يتأمل جمال مدينة بابل، معمارها ومبانيها وخضارها ومزارعها. فمر عليه صديق كوبي وقال له نصا: أتمنى أن ينعم عليك بوفرة العيش يا صديقي، على الرغم من أنه يبدو عليك أنك تتمتع بالكثير من النعم، حتى أنك غير محتاج لأن تعمل. وطلب كوبي من بانسر أن يسلف مبلغ بسيط، فرد عليه صاحبنا بانسر وقال: للأسف ما عندي. تفاجأ كوبي، قال: إذا ما عندك فلوس ليش جالس هنا؟ كيف راح تلبي احتياجاتك في المستقبل؟ ليش ما أنت قاعد تسعى وتعمل وتشتغل؟ وين طاقتك؟ وين حيويتك؟ هل في شيء مضايقك؟ فقال له: حلمت أن في رجل غني جاء وأعطاني كيس مليان فلوس، يعني كل شيء أشتهيه أشتريه، فهذا الكم من المال حسسني بالأمان، ويا سلام ما أجمله من شعور أن يكون كل شيء مر على خاطرك تقدر تحصل عليه. فقال له كوبي: طيب الحلم جدا جميل، أنت ليش مكتئب؟ رد عليه بانسر قال: اللي خلاني مكتئب أني صحيت من الحلم ورجعت على أرض الواقع، لا فلوس ولا هم يحزنون. وأكمل حديث بانسر وقال: فكر معي قليلا، نحن نعيش في بابل وهي أغنى مدينة في العالم، لكننا لا نساوي شيئا بالنسبة لها، وبعد مرور نصف العمر الذي قضيناه وعشناه في السعي نحو الحصول على المال، تأتيني أخيرا وتطلب مني بعض النقود. وقال له: الأسوأ إني دائما أفكر ليش ما عندنا الشيء اللي يكفينا، وين المشكلة بالضبط؟ حتى لدرجة أني قاعد أفكر في عيالنا في المستقبل، هل راح يعيشون نفس الحالة اللي لنا قاعدين نعيشها اليوم؟ يعني بمنتهى الاختصار نعمل ونعمل ونعمل من أجل المال دائما؟ لا، وفي الأخير ما راح نوصل للمستوى اللي إحنا نبغاه. فسكت شوي كوبي، بعدين رد عليه وقال له: للأمانة ما عندي إجابة على أسئلتك، لكن خلنا نجي نفكر في الأثرياء، كيف سعوا نحو الثراء وكيف وصلوا له؟ ولأول مرة يا صديقي الجميل من بدأت المحادثة بين بانسر وكوبي، ابتسم بانسر أخيرا وقال له: فكرة حلوة. وبدأ جورج كلاسون مؤلف هذا الكتاب يحكي لنا قصة من أجمل القصص، ألا وهي قصة بانسر وكوبي في السعي نحو الثراء، من كتابه أغنى رجل في بابل، واللي تكلم فيه عن أسرار الشعوب القديمة، كيف كانوا يهتمون وكيف كانوا يتعاملون مع أموالهم، وكيف كانوا يدخرونها في المكان الصح وفي الوقت المناسب. كيف ممكن نبني ثروة حقيقية؟ إيش هي الأسرار والطرق الصحيحة لبنائها؟ وهل فعلا في قوانين موجودة في الكون إذا طبقناها صرنا أغنياء؟ أجوبة جميع هذه الأسئلة يا صديقي الجميل بالتفصيل موجودة في هذا الكتاب. فأهلا بك يا صديقي الجميل في برنامج بوكافين، اشترك في القناة وفعل الجرس، وتعال خلنا نتعلم أكثر من قصة بانسر وكوبي وطريقتهم في معرفة أسرار الأغنياء. بدأ بانسر وكوبي يبحثون عن شخص غني يعلمهم هذه الأسرار، فتذكروا صديق كوبي أركاد. وأركاد هذا يا صديقي الجميل يقال أنه كان أغنى رجل في بابل، لدرجة أن الملك طلبه تمويل نقود عشان يضخها في خزينة البلاد. تخيل، شوف هذا الثراء. فلما عرض كوبي لبانسر فكرة أنهم يقابلون أركاد، بانسر رفض الفكرة في البداية، قال له: لا 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 لا، إذا قابلناه في الليل أخاف أني أسرق يا كوبي. فضحك عليه كوبي، وطبعا هو عارف أنها دعابة، وقال له: لا أنت فاهم غلط يا بانسر، هذا الرجل ثروته كبيرة جدا لدرجة أنها لا تسرق. قال: ثروته عبارة عن مصادر دخل، كل ما نفدت الأموال اللي موجودة معاه رجعت ضخت عليه هذه المصادر. شايف الفرق في الثروة؟
تحمس سبانسر وذهل من ثروة هذا الرجل، وراح يجمع أصدقائه ويقول لهم إحنا راح نقابل أغنى رجل في بابل، فاللي مهتم إنه يتعلم أسرار الثراء يجي معانا. فجمع بانسر أصدقائه وراحوا فعلا وقابلوا أركاد. أول ما دخلوا عنده بدأوا يتكلمون معاه ويقولوا له يا حبيبي يا أركاد، أنت جدا محظوظ، عندك أفخم الثياب وأندر المأكولات وكل شيء تتمناه تقدر تحصل عليه، مع أننا في الماضي درسنا في نفس الفصل ونفس المدرسة وتخرجنا من نفس المكان، تعلمنا على نفس دين المعلمين ولعبنا نفس الألعاب وغيرها، لكن في النهاية انتهى بك المطاف إلى هذا الحال، بالرغم من أننا يوم كبرنا كنا نشتغل أكثر منك، ولكنك حصلت مال أكثر مننا، فعلمنا ليش الحظ اختارك أنت بالذات؟ من هنا يا صديقي العسل تقدر تلاحظ عقلية الفقير اللي كان يتكلم منها بانسر وكوبي واللي جايين معاهم، انت محظوظ احنا اشتغلنا اكثر ومن هذا الكلام. فرد عليهم اركاد وقال صحيح ان كلنا تعلمنا من نفس المكان وسعينا نفس السعي، ولكني تعلمت قوانين الحصول على الثروة، وتأكدوا دائما أن القدر دائما متقلب ودوام الحال من المحال، وما في أي شيء ممكن نحصل عليه من دون أن نتعلم أو نسعى. فسألوه كيف حصلت على هذه الثروة؟ قال قبل لا أعلمكم خلني أول شيء أبدأ أعلمكم دافعي للثراء لما كنت شباب. يقول في فترة من فترات شبابي كنت دائما أفكر أن كل الأشياء الجميلة اللي تجلب السعادة يقدر يحققها لك الثراء ويوفرها لك وبمنتهى السهولة، هذا هو كان الدافع الحقيقي. والآن بعلمكم كيف جمعت ثروتي. بدأ جورج كلارسون مؤلف هذا الكتاب يتكلم عن قصة أركاد في الماضي، ويقول أنه بدأ بشغلة ومهنة بسيطة جدا، يعمل في المخطوطات مقابل أجر جدا بسيط. وفي يوم من الأيام التقى أركاد اللي هو أغنى رجل في بابل اليوم بشخص كان تاجر، وطلب هذا التاجر من أركاد أنه ينهي له مهمة واحدة خلال يومين، وقال التاجر لأركاد إذا أنهيتها في وقت أسرع من يومين راح أضاعف لك المبلغ. فبدأ أركاد يعمل على هذه المهمة بكل جهد ورجع للتاجر، وكان أركاد للأسف للآن ما خلص ولا أتمم إنهاء المهمة. فقال أركاد لهذا التاجر إذا كنت مرة مستعجل أنا مستعد أني أعمل على هذه المهمة طوال الليل وما راح يجي الشروق إلا وأكون أنهيتها لك، لكن اللي أبغاه في المقابل أنك تعلمني كيف أصبحت غنياً. فرد عليه التاجر قال والله إنك ماكر وطموح لكني بعتبرها صفقة. فجاء فعلا الشروق وأنهى أركاد المهمة، وبعدها بدأ التاجر يعلم أركاد كيف أصبح غنيا. فبدأ التاجر وقال له خلاص أنا اليوم أصبحت رجلا مسنا، ونحن الكبار يجب علينا أن ننقل حكمتنا للشباب، مع أن كثير من الشباب يرى أن حكم الكبار في السن لا تصلح لهم أبدا. قال والمشكلة الأكبر أن الشباب لا يدركون أن أفكارهم كالشهب الملتهبة في السماء وسريعا ما تنطفي، أما أفكار كبار السن فهي كالنجوم الراسية يعتمد عليها الناس في تحديد اتجاهاتهم. بدأ أركاد يمل من هذه المقدمة الطويلة. يقول جورج أن أركاد في عقله بدأ يتساءل هذا بيعلمني فعلا ولا قاعد يعني يتفلسف علي شوي، لكن بعد نهاية هذه المقدمة قال للتاجر أن الثراء يتمثل في عادة واحدة وهي أن يحتفظ المرء بجزء من إيراداته. فرد عليه أركاد بمنتهى البساطة كذا، فرد عليه التاجر وقال تعرف أن هذه الفكرة فقط كفيلة بتغيير عقلية راعي الغنم إلى عقلية تاجر، وطبعا ليس استنقاصا براعي الغنم ولكن يتكلم عن فرق الحال والقوة المالية. فقال لأركاد أنا أحافظ على مدخولاتي. قال التاجر مو أنت تنفق على طعامك تشتري لك ملابس تصرف يمين وتصرف يسار؟ قال له أنت تدفع للناس كلها إلا نفسك، لذلك أقول لك خبئ جزء من إيراداتك لنفسك. على سبيل المثال لو خبأت 10% فقط من مدخولك وبعد مدة من الزمن راح يكون عندك مبلغ ممتاز، هذا المبلغ الممتاز من بعد كذا تقدر تصنع منه المعجزات. وسرد القصة راح يورينا الشيء هذا. أعطى التاجر هذا الدرس لأركاد وكل واحد منهم ذهب بعيداً. بعد مرور سنة يا صديقي الجميل التقوا مرة أخرى، فسأل التاجر المسن أركاد قال له ها مرت سنة وش سويت؟ طبقت النصيحة؟ فقال له نعم طبقت النصيحة بالحرف الواحد وجمعت مبلغ جيد من المال والتقيت لي بتاجر ذهب وعدني إنه راح ياخذ أموالي هذه ويسافر بها بعيدا
ويرجع بعد ما يكون استثمرها وضاعفها لي. فرد عليه التاجر: أحمق، كيف وثقت فيه؟ على كل حال بإمكانك أن تعود وتحاول مجددا. اجمع مبلغ من المال واستثمره جيدا، وخذ النصيحة من أصحاب الخبرة. يعني قبل لا تستثمر هذا المال اللي انت جمعته، روح اسأل أهل الخبرة كيف تستثمر، مو تروح تشوف لك تاجر وتعطيه فلوسك. وبعد مرور سنة يا صديقي الجميل تكرر نفس اللقاء، والتقى التاجر بأركاد وقال له: ها بشر، إن شاء الله هذه السنة تكون أحسن وطبقت النصيحة بشكل أفضل. فرد عليه أركاد: إيه أكيد، تعلمت من الدرس وجمعت مبلغ ثاني وأعطيته أحد أقربائي عشان يستثمره في مشروعه، وراح يدر علي أرباح بشكل دوري. فسأل التاجر: وهل بدأت تجني بعض الأرباح؟ قال أركاد: إيه بديت أخذ بعض الأرباح. فقال التاجر: إيش تسوي بأرباحك؟ وركز هنا يا صديقي الجميل، هذه النقطة مهمة مرة. قال: الأرباح اللي تطلع لي أشتري فيها مأدبة مليئة بالعسل لأني أحبه. فقال التاجر: آها، يعني أنت قاعد تأكل ثمار مدخراتك. قال: ارجع وانتج لك ثمار أخرى تعمل لصالحك. ومشى التاجر. هالمرة ما مرت سنة، مرت سنتين يا صديقي الجميل، ورجع التاجر والتقى بأركاد وسأله: ها يا أركاد، ألم تحقق الثراء بعد؟ قال أركاد: بلى، حققت جزءا من الثروة. فقال له التاجر: جميل، يعني تعلمت الدرس جيدا، تعلمت أولا أن تعيش بنفقات أقل من مكاسب، يعني بالعربي دخلك يكون أعلى من إنفاقك. والدرس الثاني هو أنك تأخذ النصيحة من أصحاب الخبرة فقط. أما الدرس الثالث وهو الأهم، هو أنك جعلت من أموالك أن تعمل من أجلك. فبدال ما تجتهد عشان تحصل مبلغ بسيط كل شهر، أرباحك اللي كنت تجنيها من اللي استثمرت معاه من أهلك خليتها هي اللي تشتغل وتجيب لك نفس هذا الدخل من دون أن تعمل أنت. وأنا يا صديقي العسل من وجهة نظري هذا أعظم سر. فقال التاجر: الآن بما أنك أبليت جيدا، قررت أني أخليك تشاركني معاي في الثروة. ومن هنا انطلقت الرحلة الحقيقية لأركاد في الوصول نحو الثراء. يرجع الآن جورج مؤلف هذا الكتاب إلى القصر لما التقى بانسر وكوبي والناس اللي معاهم بهذا التاجر أركاد بعدما أصبح أغنى رجل في بابل. فقال أحد الأشخاص اللي موجودين عند أركاد في قصره: والله أنك كنت إنسان محظوظ أنك طحت على هذا التاجر وعلمك، وفي النهاية دخلت معاه شريك وأصبحت اليوم أغنى رجل في بابل. قال له أركاد: لا، التقائي في التاجر ما كان هو المحور الحقيقي للتغيير. قال: أعتقد أن إصراري للوصول للثراء واجتهادي عمليا فعلا وليس قولا هو اللي خلاه في النهاية يقرر أنه يدخلني شريك معاه في ممتلكاته. وبعدين قال لهم: يا شباب، والله العظيم أن الفرص تأتي للجميع، ولكن كل شخص يتعامل معها بأسلوب مختلف، وهنيئا للي يستغل الفرص جيدا. وفي هذه الأثناء يا صديقي العسل، الملك ما كان موجود في المدينة. فلما رجع ملك مدينة بابل إلى قصره، كلم معاه المستشارين في القصر وقالوا: يا جلالة الملك، بعد ما انتهينا من مشروع بناء قنوات الري وتلك الحصون الشاهقة، بدأ الناس غير قادرين على تحمل تكاليف الحياة. فغضب الملك يا صديقي الجميل، لأن تعب في هذه المشاريع وكانت غايته أنه يرفه شعبه. فرد عليه واحد من المستشارين وقال: هذا أمر طبيعي يا جلالة الملك. فبعد ما انتهت المشاريع، كثير من الناس فقدت وظائفها، فلا العمال أصبح عندهم وظائف، ولا التجار صار عندهم زبائن، ولا المزارعين صاروا يبيعون منتجاتهم. فتعجب الملك، قال: طيب والأموال اللي كانوا يحصلون عليها لما كانوا يشتغلون في تلك المشاريع وين راحت؟ فقال واحد من المستشارين: تلك الأموال ذهبت للقليل من التجار، أما أصحاب الطبقة المتوسطة والفقيرة فأنفقوها بالكامل. وطبعا واضح كل إنفاقهم هذا راح في النهاية لجيوب التجار. المهم استمر الملك مع المستشارين يتناقشون في حل هذه المشكلة، وقالوا: هدفنا الآن إننا نوعي الشعب ونخليه يعرف كيف يتعامل مع أمواله. فقالوا: جيبوا لنا واحد كذا يثقف الشعب. فما وجدوا أفضل من أركاد، أغنى رجل في بابل. فقال أركاد: أنا عندي تكنيك وراح أعلمكم كيف تتعاملون مع الأموال خلال أسبوع واحد فقط. كل يوم من هذا الأسبوع راح أقدم لكم طريقة واحدة في التعامل مع المال، فبعد نهاية التعليم بيكون عندكم 7 طرق للتعامل مع أموالكم وعشان تنهون مشكلة الجيوب الخاوية. الطريقة الأولى: ابدأ
في مل محفظتك، وهي الطريقة الأولى اللي قالها التاجر قديماً لأركات قبل لا يصير أغنى رجل في بابل. إذا جاك مدخول من أي مصدر كان، احتفظ بجزء منه لنفسك، ومع مرور الأيام راح يتكون عندك مبلغ من المال تقدر تستثمر فيه وتخلي هذا المال يضاعف نفسه ويدر عليك شهريا. هذا الكلام حقيقي يا صديقي الجميل، حقيقي، لكن مو بسيط مثل ما احنا نسمع الآن، لا، يحتاج ذكاء مالي قوي، يحتاج تعرف وين تحط هذا المال بالضبط عشان يدر عليك دخل جيد. الطريقة الثانية، تحكم في نفقاتك. لا تخلط بين النفقات الضرورية والرغبات الشخصية. يعني مو عشان عندك أرباح تدر عليك بشكل من الأشكال أو دخل عالي جداً انك تنفق هذا الدخل كاملا على اشياء رفاهيه، لا. فالفكره اللي يبغى يوصلها هو ان لما يكون عندك دخل انت تحدد لك مبلغ للنفقات الشخصيه والرغبات الشخصيه وما تتعداه ابدا يا صديقي الجميل. الطريقه الثالثه، استثمر نقودك. يعني لما يكون عندك مبلغ مش بطال في الحساب لا تخليه جالس كذا، لا، استثمره، ازرعه وخله يثمر عليك. والأهم أنك تزرعه وتستثمره في المكان الجيد، وما راح تعرف الأماكن الجيدة إلا من أصحاب الخبرة. وقال الثروة ليس في كمية الأموال اللي موجودة عندك، ولازم تفهم الكلام هذا زين. الثروة هي في مصادر الدخل اللي تدر عليك بشكل دوري، هذه الثروة التي لا تنتهي، أما النقود ستنفد يوما ما حتما يا صديقي الجميل. الطريقة الرابعة، حافظ على ثروتك من أن تضيع. ويقول خصوصا للناس اللي بادئين من الصفر زي وزيك يا صديقي الجميل، ما عندهم القدرة أنهم يدخلون في استثمارات المخاطرة فيها جدا عالية. المفترض أننا نفكر في الاستثمارات الآمنة. الدخل البسيط الغير منقطع بالنسبة لنا أفضل من الدخل العالي اللي فيه خطورة عالية. الطريقة الخامسة، اجعل منزلك استثمارا جيدا. يعني بدال ما تستاجر بيت ابن لك بيت، بدال ما تشتري بيت ابن لك هذا البيت. قد تكون تكاليفة جدا عالية في البداية لكن راح يوفر لك فلوس كثير في المستقبل. طبعا لا أخفيك سرا يا صديقي الجميل، هذه النقطة أختلف معاه فيها كثيرا مو قليل بعد. أكيد لازم تحط لك خطة أنك تبني بيت في المستقبل بالتأكيد، لكن هذا يجي بعدين وليس في البداية، بعد ما تستثمر أموالك ويصير عندك مصادر دخل جدا ممتازة. البيت يأتي أخيرا. الطريقة السادسة، اضمن لك دخلا ثابتا في المستقبل. وهنا كان يتكلم حرفيا عن الادخار الحقيقي، يقول لك اجمع لك بعض الأموال ولا تجيها أبدا، اجعلها للحالات الطارئة فقط. والطريقة السابعة والأخيرة يا صديقي الجميل، هي زود قدرتك على الكسب، وقصده ارفع من ذكائك المالي. وما راح ترفع ذكائك المالي إلا إذا تعلمت كثير وجربت كثير وخالطت الناس المتعلمة كثير واللي مجربة كثير. وحاول دائما أن تستغل الفرص استغلالا جيدا. وعن الفرص في قصة طريفة يا صديقي الجميل، تقول كان في تاجر للحيوانات، في يوم من الأيام جاء عنده مزارع مسن وقال هذا المسن زوجتي تعبانة ومحتاج أرجع لها، ويبدو أنها كانت في مدينة ثانية، وقال عندي قطعان كبيرة من الغنم حاب أبيعها وبأموالها أرجع لزوجتي. فعرض عليه سعر عالي جدا، لكن قال للتاجر الحين حنا في الليل ما أقدر أعدهم، خلهم لجاء الصباح أتأكد من عددهم وحاسبك. فقال العجوز على الأقل عطني ثلث المبلغ الآن. فرد عليه التاجر وقال له آسف لازم أعدهم قبل لا أدفع لك. وفي الصباح يا صديقي العسل وبالمصادفة مروا تجار على هذا القطيع من الغنم واشتروه من العجوز، والمبلغ اللي دفعوه له كان 3 أضعاف المبلغ اللي كان بيدفع التاجر أمس بالليل. فعلى سبيل المثال لو استغل التاجر هذيك الصفقة لكان حصل على تلك القطعان بثلث المبلغ. فأحيانا لما تلقى لك فرصة جدا مناسبة استغلها، انتهزها. وبكذا يا صديقي العسل نكون استعرضنا 7 من الأسرار اللي توصلنا للثراء. اسمع يا صديقي الجميل، هذه أسرار حقيقية، فكر بالكلام اللي سمعته جيدا. تطبيق هذه الأسرار يحتاج مهارة ويحتاج وقت، وأكيد بتمر بعقبات الفشل، هذا بالتأكيد، ولكنها أسرار حقيقية لازم نفتح عقلنا قبل إذننا لما نسمعها. بكذا نكون أنهينا شرح هذا الكتاب. إذا تعرف شخص ممكن يستفيد منه أو تفيده هذه الأسرار شارك معاه هذا الفيديو. كالعادة اللايك دائما ينفعنا ولا يضرك يا صديقي الجميل، واشترك لو ما اشتركت في القناة، ولا تنسى تفعيل الجرس عشان يوصلك إشعار بصدور الحلقة الجديدة اللي راح تنزل قريبا. شكرا لحسن الاستماع يا صديقي الجميل، وشكرا دائما على وقتك الذي لا يقدر بثمن.
السلام عليكم.